دي بقى من الوصفات اللي تخش في القلب على طول، شويه مكرونه محمره كده مع شويه برجر بلدي اصلي. تعال نحضر العده بتاعتنا ونحط عندنا الحاجه اللي هنبدا نشتغل بيها، ونسمي الله ونقول هنعمل ايه اول حاجه. مبدئيا كده بولع الشعله وبقوم حاطط عندي الحله، وبجيب عندي معلقه سمنه كده حلوه ونبدا نحطها مع شويه زيت صغيرين. اخد عندي المكرونه ديت ونبدا اللي احنا نحمرها كويس جدا، ونحمرها لحد ما تاخد لون ذهبي محترم، وبالمعلقه كده نبدا نقلب فيها. نجيب عندي البصل، وبعد كده نقوم واخدين عندنا شويه الخضره دي نغسلهم مع شويه الطماطم الحلوين دول عشان هنعمل بيهم احلى شغل دلوقتي. بجيب عندي 5 6 طماطمات كده ونبدا نبشرهم. المكرونه بعد ما خدت اللون الذهبي كده نستعين بالحاجه بقى البركه بتاعتها. بتاعت زمان. بسم الله. هنا عايزه هنا. ما شاء الله الطول ده ممكن شطول. تعالى اقف هنا وانا هعمل. بص 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 يا باشا، هتقول لي كبه ولا مفرمه ولا اي بتنجان. حتى بس تلاقي ايدي تتعور. بعد كده بقى جبنا قرنين 2 فلفل كده حلوين، وقمنا حاطينهم على الطماطم المبشوره، فلفل اخضر رومي عيني، نقوم حاطينهم برده على الطماطم. وبعد كده ناخد الكلام ده كله بعد ما البصله عملت نكهه حلوه قوي للمكرونه، ونبدا نحطها عندي ونحورها عندي كويس على النار. تعال نحضر عندنا احلى شوربه اللحمه في الدنيا. نجيب عندي نص لتر من الميه السخنه. نجيب بقى 2 مكعبين من مرق ماجي، لان هي الوحيده اللي بتعمل مكعب مرق بطعم اللحم البقري، طعم وتوفير تجنن. هجيب بقى منها 2 مكعبين ونحطهم على الميه السخنه. حاطين عليها 2 مكعبين من المرق ده، وبعد ما اقلب المرق ده هو في الميه السخنه اقوم مقلبهم كويس جدا. يلا بقى نحط الشوربه. واعتقد هي كده واخده الميه بتاعتها تمام قوي عشان ما تعجنش مني. 2 معلقة بس من صلصه الطماطم، دي اللون الجميل، ونغطي عليها ونسيبها لمده نص ساعه، وبعد كده نهدي عليها النار خالص. تعالوا نجيب عندنا 2 بصلتين مبشورين عشان نحضر عندنا الكفته، 1/4 كيلو من اللحمه المفرومه. اجيب عندي البصل ده بعد ما بشرته كده نقوم حاطينه ونقوم عصرينه، شويه من البهارات الكفته، شويه ملح صغيرين مع شويه فلفل، وبعد كده اقوم جايب شويه كزبره كده حلوين خضراء او بقدونس، ونبدا نفرمهم ونحطهم على اللحمه. اسمغها كويس جدا. اعمل ايه بقى عشان اسمغها اكتر؟ استعين بالباشا ده بقى، ده الجامد بتاعنا الهون. نبدا نسمغ فيه احلى شويه لحمه يطلعوا مسمغين عن طريق الهون ده بصراحه. بعد ما سمغتها بص بقت عامله ازاي؟ ملبن يا جماعه. ميه البصل حطيت عليها شويه ملح وفلفل. هجيب عندي بقى اللحمه ونبدا اللي انا اعملها زي البرجر كده بالظبط، واخد من ميه البصل والملح والفلفل دول ونبدا نصبع بيهم. بص الجمال، شغل بلدي على ابوه. هنا العيال هياكلوني. تعالى بص بقى عشان ايه. الله، بص 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 الحلاوه. الله يا جماعه، الريحه يعني تتحدث عن نفسها. وطي بقى عليها على الاخر خالص وسيبها 10 دقايق كمان. نجيب عندنا طاسه، واجيب عندي معلقه زبده كده حلوه، ونبدا نحطها عندنا في الطاسه نسخنها، وبعد كده نقوم حاطين عندنا لحم البرجر قدام حضراتكم ده بقى. سلام، انا مش عايز اقول لكم الريحه اصلا بتاعته عامله ازاي. هو قبل ما احطه جامد جدا، واسيبه عندي لحد ما ياخد التسويه بتاعته التمام، وما اقلبش فيه غير لما يتشمع فعلا من تحت، وبعد كده افضل انا اقلب فيه لحد ما يبدا يستوي معايا والسوا بتاعه يبقى جاهز. نقلب فيه براحتنا، ولا الهواء ولا عمره يفك مننا، يبقى كده جاهز معانا. ناخد عندنا المكرونه بعد ما فلفلت. بص يا باشا، حاجه من الاخر، دي تتاكل لوحدها كده اصلا من غير حاجه، ونقوم حاطين عليها البرجر بتاعنا الجميل ونقدمه بالهنا والشفا. الحلاوه دي بص احنا كده مع الايه، مع المكرونه تبقى غطسانه كده جوه. الله يضرب النار مش هزار. كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.